تتواصل أعمال قمة كوب 27 اليوم الثاني على التوالي في مدينة شرم الشيخ المصرية وسط مطالبات دولية بتحويل التعهدات المناخية إلى واقع ملموس. ونتابع معكم مشاهدين هذه الصور المباشرة الآن من انطلاق قمة كوب 27 في يومها الثاني، حيث ينتظر أن يبحث القادة والمسؤولون المشاركون في القمة الحلول الأنجع لمواجهة تحديات المناخ وسبل مساعدة الدول النامية. وقد أفاد تقرير صدر بالتزامن مع قمة المناخ كوب 27 أن الدول النامية تحتاج إلى تريليون دولار سنويا لتفادي الآثار السلبية لتغير المناخ بحلول نهاية العقد ولخفض الانبعاثات وتعزيز المرونة والتعامل مع الأضرار الناجمة عن تغير المناخ واستعادة الطبيعة والأراضي. كما دعا التقرير أيضا إلى مضاعفة المنح والقروض منخفضة الفائدة من الدول المتقدمة من 30 مليار دولار سنويا حاليا إلى 60 مليار بحلول عام 2025. ينضم إلينا الآن من شرم الشيخ مراسلنا سمير عمر. سمير، أهلا بك معنا. دعنا نتابع معك أبرز ما حمله اليوم الأول من قمة كوب 27 على مستوى القادة وأجندة اليوم الثاني. تماما داليا، ما حمله اليوم وما سيحمله اليوم أيضا هو كلمات القادة والزعماء في الجلسة الأولى لليوم الثاني من قمة دول العالم المشاركة في اتفاقية الأطراف الخاصة بالتغير المناخي. أبرز المتحدثين في هذه الجولة سيكون الرئيس الفرنسي، رئيس السنغال، رئيس رواندا، رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا ورئيس جيبوتي والعديد من قادة الدول الأفريقية سيكون بكلماتهم التي تستعرض خلالها أوضاعهم فيما يتعلق بمكافحة التغير المناخي وجهودهم الوطنية في ذلك وكذلك تعاونهم مع مختلف دول العالم في هذا الخصوص. لكن المشهد إذا قرأناه فقط من هذه الزوايا يبدو قاصرا عن وصف ما يدور داخل أروقة المركز الدولية للمؤتمرات في شرم الشيخ الذي تحول إلى خلايا نحل متراصة يشهد العديد والعديد من الفعاليات بشكل متزامن. على سبيل المثال قبل نحو ساعة ونصف الساعة من الآن كان هناك توقيع اتفاقية بين مصر والإمارات ل واحد من أكبر المشاريع لإنتاج طاقة الرياح بنحو 10 جيجاوات بين شهد هذا التوقيع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذه الدورة لكوب 27 ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد رئيس الدورة المقبلة كوب 28. أيضا في هذا اليوم كان هناك إطلاق مبادرة من الجانب القبرصي شارك فيها كذلك الرئيس المصري وسيكون هناك اتفاقية بين الجانب المصري والاتحاد الأوروبي بشأن الهيدروجين الأخضر. إلى جانب ذلك هناك العديد من الفعاليات، يعني من يتجول في أروقة المركز الدولي للمتوارث في شرم الشيخ كل جناح من كل الدول تشهد فعاليات حركات نقاش توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم. بعد قليل سيكون هناك توقيع اتفاقية بين الحكومة الموريتانية وبين شركة بيبي للاستثمارات في مجال الطاقة. كل هذه الفعاليات تصب في اتجاه واحد وهو الإجابة على معضلتين أساسيتين. المعضلة الأولى هو كيف يمكن الموازنة بين خفض الانبعاثات ووقف التدهور الحاصل في التغيرات المناخية وعدم تأثير معدلات العمل والنمو الاقتصادي بهذه المحاولات لخفض الانبعاثات. المعضلة الثانية هي محاولة المزاوجة بين ما تحتاجه الدول النامية التي تسهم بأقل من 2 و3% في مسببات التغير المناخي وتتحمل وحدها أكثر من 50% من الآثار السلبية لهذه القضية. معضلتان سيسير هذا المؤتمر في طريق محاولة حلهما حتى إعلان نتائجه في نهاية أعماله. بالتأكيد سنكون معك على مدى هذا اليوم سمير لمتابعة أعمال قمة كوب 27 على مستوى القادة. شكرا لك مراسلنا سمير عمر كان معنا من شرم الشيخ.
حذر رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون من تداعيات تغير المناخ، وأشار إلى وقوع أضرار بليغة خلال العام الماضي بسبب تغيرات المناخ. لا يعقل كم تبدلت الأمور منذ انعقاد كوب 26 في غلاسكو بالمملكة المتحدة، ولا يعقل بصراحة حجم الأضرار الفادحة التي وقعت في عام واحد فقط بسبب تغير المناخ. وقد تباين آراء المواطنين البريطانيين تجاه الجهود الرامية لاحتواء التغير المناخي. كاميرا سكاي نيوز عربية استطلعت آراء البريطانيين إزاء جهود احتواء تداعيات هذه الظاهرة. لا أعتقد أنهم سيفعلون شيئا، أقوال فقط بلا أفعال. غالبا سيأتون في طائراتهم الخاصة. إن الأثرياء هم من يتسببون في مشاكل المناخ. 1% يتسببون في 90% من الانبعاثات، والسياسيون غالبا جزء من هذا 1%. أنا أصدق التغير المناخي وأعتقد أنه موجود، ولكن هناك الكثيرون يستفيدون منه ويستثمرون فيه حتى أن وظائفهم تعتمد عليه. لا أعتقد أن السياسيين سيفعلون الكثير. بريطانيا تقوم بما ينبغي عليها عمله، ولكن الاقتصادات الأكبر كالولايات المتحدة والصين المسؤولة عن النسبة الأكبر من الانبعاثات لا تقوم بالكثير. بريطانيا اقتصاد صغير إذا ما قارناه بهذه الدول. إنهم يقرؤون من الكتاب نفسه، يسعون لإقناعنا بالتغير المناخي وهو مجرد غطاء لما يريدون عمله، وهو اتخاذ البيئة عذراً لفرض القواعد الإلزامية وسحق الطبقة العاملة والوسطى وإرغامنا على تغيير نمط حياتنا. أتفق مع معظم الأدلة العلمية، ونحن نرى التغير المناخي بالفعل. نحن في نوفمبر وما زلت أحمل معطفي ولا أرتديه. طبعاً الدول النامية تتأثر بذلك أكثر من المتقدمة، ولدينا عادة سيئة في الغرب ألا نهتم بالأمر حتى يصل إلينا، وها هو قد بدأ يصل بالفعل. وطالب عراقيون الحكومة بتفعيل جهودها من أجل ضمان استفادة العراق من حصته المائية في الأنهر التي تنبع من إيران وتركيا، ويعاني العراق جفافا حادا بسبب قلة مياه الأمطار. بهيج وقت المفروض اكو امطار اكو قيوم، يعني حاليا احنا تقريبا بشهر 11 وراح ما بقى لنا شيء، وشوف ماكو لا امطار ولا قيوم، ودرجة الحرارة بعدها عالية، وانت تشوف هذا اليوم كلش حار مع انه احنا بداية شتاء المفروض. وهذا عبي عدة أسباب. أولاً قلة الغطاء النباتي، يعني نشوف احنا تجريف للبساتين خاصة بالمناطق حزام بغداد وكل العراق تقريباً يصير هذا الشيء، تجريف للبساتين وقلة الغطاء النباتي، هاي النقطة الأولى. ثانياً انتشار الغازات من خلال المصانع، من خلال هاي النفايات كلها، هذا أكيد يسبب لنا ارتفاع بدرجات الحرارة وتغير بالمناخ. اليوم قمة المناخ العالمي نطالب الدول العظمى أن تضغط أو تأثر على الدول الجوار تركيا وإيران وغيرها تفتح المي على العراق، لأن الزراعة تدمرت، الصناعة تأثرت، البلد انتهى. طبعا تأثر المناخ بصورة عامة من ناحية يعني تغيير المناخي وهذه الأجواء المناخية في العراق، تأثر بها الفلاح بعد ما تحولت أراضيه الزراعية من أراضي زراعية وفلاحية إلى أراضي قحلاء وصحراء جرداء، بالتالي اليوم اضطر الفلاح أنه يهاجر من الأراضي الزراعية للمدينة بسبب شحة المياه أولا، أيضا عدم توفير المواد الزراعية ثالثا، وكذلك حتى نشوف حتى قلة بالأمطار. يعني شهد العراق خلال هذه الفترة قلة بسقوط الأمطار وهذا نزول الغيث. وقد عقدت الأمم المتحدة العديد من القمم والاجتماعات الخاصة للتصدي للتغير المناخي، ورغم مرور أكثر من 30 عاماً على قمة الأرض في ريو دي جانيرو عام 1992 إلا أن هذه الجهود لم تحقق الكثير لبلوغ الأهداف المأمولة.
نتوسع في الحديث أكثر الآن مع ضيفنا. ينضم إلينا الآن من تونس الخبير البيئي ومستشار وزير البيئة السابق عامر الجريري. سيد عامر أهلا بك معنا. إذن كما تابعنا قمم عدة، اجتماعات عدة عقدتها الأمم المتحدة معنية بمتابعة التغيرات المناخية، اليوم الأنظار تتجه نحو شرم الشيخ إلى قمة كوب 27، ما ربما أبرز المخرجات المتوقعة اليوم من هذه القمة؟ والله شخصيا على ما أرى وشاهد وأحلل بالنسبة لقمة شرم الشيخ أنها لافتة للانتباه من ناحية التعبئة، الحقيقة تعبئة الدولة المصرية لهذه القمة يعني لوجستيا وخطابا ومشاريع ومعناها وحضور عربي شيء معناها محترم جدا ومعتبر. الخطابات من المسؤولين، من مسؤولي الأمم المتحدة إلى المسؤولين السياسيين، كلها تدق ناقوس الخطر وكلها تتضمن التزام أكثر وتعهد أكثر، وكلها تطالب بالدعم المالي خصوصا بالاعتمادات، بدءا بما جاء في كلمة رئيس القمة رئيس الحكومة رئيس الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي من ضرورة إيجاد الدعم خصوصا للدول النامية فيما يتعلق ب الأضرار والتكيف مع التغير المناخ. سنأتي إلى هذه النقطة بعد قليل سيد عامر، ولكن عندما نتحدث عن مخرجات مثل هذه القمم، الموضوع هنا ليس بقرارات ولكن هو ربما على مستوى تقاسم الخبرات وتقاسم تجربة كل دولة على حدة فيما يخص تغيرات المناخية. لماذا هذه نقطة مهمة اليوم أيضا سيد عامر، تقاسم هذه الخبرات مع كل دول العالم؟ أي بالنسبة للمخرجات، ثم المخرجات يعني الاتفاقات والتعهدات المالية مثل إقرار وتمويل صندوق مقترح أحداث صندوق الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية. هناك كذلك معناها قرارات ومشاريع جانبية يعني ثنائية مثل المشروع الكبير لطاقة الريح بين مصر والإمارات، مثل التزام الإمارات بصفر انبعاث عام 2050، مبادرة الشرق الأوسط الكبير. هذه يعني المبادرات بالنسبة من الصادرة من المنطقة العربية، هذه تعتبر من المخرجات الهامة والدالة والدافعة للعالم على المضي قدما في سبيل التصدي الجدي والمادي المالي والعملي لمسألة التغيرات المناخية، مع التأكيد على التعاون الدولي في الخطابات سابقا في القمم السابقة وخصوصا في هذه القمة بالنسبة لقمة قادة الدول. نعود إلى نقطة وملف تمويل الدول النامية تحديدا سيد عامر، هذا الملف يحظى بأولوية في هذه القمة. استعرضنا تقرير وما جاء فيه من أرقام عن حاجة الدول النامية لاستثمارات وتمويل يقدر بالملايين والمليارات من الدولارات، ولكن إلى أي مدى فعلا سنشهد تطبيق فعل أرض الواقع والتزام من قبل الدول الغنية والصناعية للدول النامية هنا سيد عامر؟ أنا في تقديري مهما كانت الالتزامات والتعهدات لن يقع الإيفاء بها كليا، ولكن يمكن أن نتوقع نحن في بداية المسار، في بداية معناها مشوار هذه القمة، القمة 27 المناخية، يمكن معناها أن نتوقع أن تسير الدول المتقدمة المصنعة الغنية أكثر فيما يتعلق بالتمويل، خصوصا أن الخطر بات يهدد الجميع وأصبح الجميع يشعر به بما في ذلك الصناعيين، معناها الذين على عاتقهم تقع المسؤولية الأولى في آليات الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. أشكرك جزيل الشكر على المشاركة معنا سيد عامر الجريدي الخبير البيئي ومستشار وزير البيئة السابق، كنت معنا من تونس.